بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ويناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يناقش الاستعدادات لعيد الفطر المبارك وتوفير السلع. ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل والجانب الكوري الجنوبي في إطار التعاون بين البلدين.